مين هنا؟ مين هنا؟ البيت ما فيهوش حاجة تتسرق. انت ايه يا اخي؟ شطن؟ سرقت عفش البيت وكمان جاي تتهجم على بيت بناتك؟ بس والنبي كده احلى رواق برضو رومانتيكي اكتر مش كده؟ رومانتيكي على الاخر، عيالك نايمين على البلاط. بقولك ايه؟ ما تيجي نهدى كده ونروق عشان ما نصحيش العيال، عندهم مدارس بكره بدري، وانت عارفه العلم نور والعلم محتاج مصاريف وقصات. تحب العيال ترجع مدرستهم بكره تلاقي عفشهم وحياتهم واوضتهم مفروشه والعابهم وكل شيء يرجع زي ما كان؟ ده بوعدك، مش انت سرقت العفش؟ انا بقى عملت فيك بلاغ، والمره الجايه هلاقيك في القفص. والنبي ضحكتني. بقى عايزه تشوفيني في القفص يا تونه؟ عايزه تحبسيني؟ طب ايه؟ في وقت بقى عندي الم حاجتي واطلع على المطار قبل ما قرار منع من السفر يطلع؟ النبي ساذجه بجد. خلي بالك انا لما طلقتك ما كانش عشان عايز اطلقك، لا كنت عايز اعلمك درس، ان تونه بتاعت سيف وسيف عنده حاجه اسمها تونه. واديكي شايفه اهو ما فاتش قد ايه على الطلاق وانت نايمه على البلاط.